من كانت دراسته في الجامعة ولا مجال لصاحبها في العمل إلا في... يقول أحسن الله إليكم، من كانت دراسته في الجامعة ولا مجال لصاحبها في العمل إلا في وظيفة إدارة أو تدريس، فهل يقدم مؤهلاته على الديوان لتعيينه؟ ما أدري وش علم. من كان؟ يقول أحسن الله إليكم، من كانت دراسته في الجامعة ولا مجال لصاحبه إلا صاحبه لصاحب العمل أو صاحب الشهادة. دراسته يعني يدرس الآن ولم تخرج؟ نعم أحسن الله، يقول أنه يدرس وإذا تخرج ليس له عمل إلا في الإدارة. إذا تخرج يكون خير إن شاء الله، يصبر لما يتخرج ويكون خير. نعم.